الحيران تاع بالنسبة لأصول الشعب الجزائري، شوفوا يا جماعة باش ما نخلطوش شعبان في رمضان. دوك هادو الجماعة الشرذمة هذه كان عندها غرض انها تدخل الشعب في بعضها. احنا قلنا كلمة، بدلونا الكلام نتاعنا ورجعونا بلي رانا ضد جهة من الجهات، وبلي رانا نسبوا في الناس، وحنا تسبينا ماشي سبينا، حنا تسبينا بدليل انه مثلا درك راهم يتسائلوا علاش نعيمه صالحي ما عاقبوهاش، هي دارت الفتنه وقالت نقاطعوا اصحاب الفرشيطه. وانا تكلمت لا فيديو راهي مازالت بالصوت والصوره، تكلمت على اصحاب الفرشيطه وما زلت نقول قاطعوهم، لان الدستور يمنحهم باش يحطوا رايه واحده اخرى، لان عندنا رايه واحده اللي هي رايه الجزائر. فحتى اللي يحب يروح باش يرفع بيا اطار ويحب يجيب هذيك لا فيديو للقاضي ولا القاضيه، كي تشوف لا فيديو تلقاني ما هضرتش، ما سميت لا قبائل لا مزيغ لا عرب لا بربر. قلت اللي يرفعوا الامل الفرشيطه حنا نقاطعوهم، ما دام القانون الجزائري والدستور الجزائري يجرمهم فاحنا من حقنا نقاطعوهم. اذا تصرف قانوني وعادي جدا وصحيح 100%، وما تقدرش العدالة تقيسني بجرام عليه على الفيديو هذيك. وراي ما زالت الدور وانا راني ما زلت متبنيتها وتقبلتها، وهو هذا هو الكلام، الرأي يعود للشعب، والشعب راهو يرفض انه تكون عنده زوج علامات. الشعب الجزائري عنده علام واحد وفقط. بالنسبه قلت لكم لقضيه البرلمان، ما توسوسوش يا جماعه، ماشي كل الناس اللي في البرلمان هذا سيئون باش نتفاهموا. وربما سياتي يوم لو كان ما يتوفرش النصاب نتاع الوطنيين داخل هذا البرلمان، راح يجيكم برلمان أسوأ بكثير، رايحين تندموا فيه على البرلمانات اللي فاتت، لانه الانسان او يتسرع وما يعرفش يتصرف، ومن بعد يولي يندم على واش صار. نرجع الى قضيه الاصول، قلت لكم الاصول الشعب الجزائري جماعه لازم تعرفوا، لانه الشيء اللي مش حابين يبينوه هما ما حابينش يعرفوه، هو الاصول الاولى انت منين جات الناس اللي جات لشمال افريقيا، منين جات هذه مش حابين يتعرضوا لها ومش حابين يتكلموا عليها. معليش كاين اللي يتكلموا عليها، لكن حنا نجيو لهنا برك مع الاخر. برك نقول لكم باللي فعلا الشعب الجزائري بربري، هما رفضوا كلمه البربر لانه قالوا فيها اهانه للشعب الجزائري، وانهم اريد لنا بكلمه بربر بان احنا رانا عباره عن هماج يعني، فاستبدلوا كلمة بربر بالأمازيغ. معليش حنا ما نختلفوش في المصطلح، خلينا نتكلموا في المضمون. المضمون أن الشعب الجزائري كله على بعضه، خاصة توارك الشلحية الشاوية والعرب، وكاين بني هلال، لأنه كاين العرب اللي جاو مع الأمميين واللي راحوا إلى الأندلس، ومع وكاين بني هلال اللي جاو في الهجره الاولى والهجره الثانيه، هجره بني هلال الاولى وهجره بني هلال. هنا ثاني كاين فرق، ولهنا عندنا ايضا اللي قلت لكم الامازيغ او البربر، اللي قلت لكم هو صرا خلاف كبير على كلمه بربر، لكن حنا نعرفوهم من بكري باسم البربر، هما عطاو لهم الاسميات التسميات على الامازيغيه او الامازيغ. صحيح متواجدين في الجزائر، صحيح هما من الاصل الجزائري، لكن حنا فاش اختلفنا؟ حنا اختلفنا في قضيه اللهجه اللي يحبوا يفرضوها وينسبوها لكل البربر الجزائري. هذه النقطه رقم واحد. النقطه رقم اثنين اللي اختلفنا فيها، ان هاد اللهجه هذه اللي سموها هما لغه غير نافعه، يعني درك هي اداه، اللغه بصفه عامه عباره عن اداه ماهيش عباره عن هويه. اللغات بصفه عامه عباره عن اداه ماهيش هي الهويه. فلما انت تفرض عليا اداه للتعامل والعمل والتعامل والعلم والتعلم ما تنفعنيش، معناتها راك تحقر فيا،
معناتها راك تحب ترجعني عبيد عندك، راك تحب انك انت تقيس المصالح نتاعي. هذا هو الخلاف او نقطة الخلاف الكبرى اللي صارت بيننا وبين هاد الناس اللي حبوا يفرضوا هاد اللهجة. بعدين الخلاف اللي صار تاني، كي دخلنا في التفصيل نتاع الخلاف، لقينا ان هاد الامازيغية، وحنا ما هضرناش من راسنا، احنا الناس اللي حضرت في الاجتماعات نتاع تكوين وبناء هذه اللغة اللي يقولوا عليها لغة أمازيغية، الشاوية في حد ذاتهم واللي حضروا بقوة حضروا الشاوية، قال لك ما خلوناش نخدموا معاهم، وقال لك وصلوا حتى وين ضربونا، قال لك وحبوا يفرضوا اللهجة القبائلية. هذه الحقيقة، انا لا سبيت القبائل، وواحد ما سبهم، هما اللي سبوا. وكي نقول القبائل، واش كل القبائل؟ حنا نهضروا على الفئه اللي تهضر على الانفصال واللي ارهابيه واللي هي جماعه الماك واتباعها واللي مصدقينها. شفتوا كثير من الزعماء منهم اللي خرجوا للقنوات وقال لك ايه، حنا نايدوا فرحات مهني. فرحات مهني من المنطقه ومن حقه، فرحات مهني يتزعم الانفصال، يضرب الوحده الوطنيه، يضرب التوابت الوطنية، هو يصرح ويقول أنا يهودي، أنا مانيش مسلم، ويصرح ويقول أنا مانيش جزائري، أنا قبائل. لهنا اللي يتهاجم واللي كل منطقة القبائل والجزائر توقف ضده هو هذا الشخص، هذا هو اللي لازم يتحاسب. لكن هنا مشكلة الحامية وكاين الخوف. أول أمس ولا البارح وقيل تكلم معايا أخ من تيزي وزو، قال لي يا السيده واسمه سمير، ربما راه يسمع فيا، قال لي حنا المره اللي فاتت قعدوا كي يخرجوا للساحه ويهزوا الاعلام تاع الفرشيطه، رانا نحوزوهم، حنا ما نخليوهمش، لانهم ما يفرضوش علينا حاجه داخله. كي قلت له انا علاش ما تنوضوش ضدهم هاد الناس وما تحطوهمش عند حدهم، وراهم شوهوا المنطقه وكامل، وراهم عند روحهم هما كيتهموا فينا حنا بلي رانا هاجمناهم. هذا هو الحل؟ ماهوش حل، الحقيقه راهي وارده وكلش راه مسجل. قال لي بالعكس استاذ، شكون اللي قال لك حنا ماناش رانا؟ قال لي بصح رانا نعانيو معاهم. قال لي نعانيو معاهم لان هاد الشر ديما، هاد الاقليه اللي موجوده، وماشي غير في منطقه القبائل برك، لكن حتى المشكله راهي انتشرت حتى في باقي ولايات الجزائر. قال لك هادو عندهم المال وعندهم الاعلام وعندهم الامكانيات، وزايد يستعملوا العنف ويحقروا ابناء المنطقه اللي وطنيين. اذا المشكل اكبر من انه نتكلموا نحصروا في نعيم صالحي ولا مجموعه من الناس ولا فلان ولا علان. كما لاحظتوا كاين بعض الناس وبعض السياسيين اللي يمشيوا يطبلوا للجماعه للماك، ومن بعد كي يشوفوا القوه اختلت، يعني ولات جماعه الماك ضعفوا والاخرين اللي طلعوا، يجي يقول لك حنا هما اللي حاربنا الانفصاليين. احنا كي يزيد تميل الكفه يزيد يرجع من هيك، يزيد يروح يغرد ويقول لك محمد ماهوش مسلم خلاص، وماهوش عربي وغيره وغيره، يعني مش شخص ولا زوج، يعني الكثيرون يعني. فبصراحه يعني شيء فاضي. ونقول لكم انا قبل ما ندخلكم في الموضوع، قلت لكم تاع السحر اللي تعرضت له خطير جدا، تقدر تقول عليه شيء سحر اسود. فبكل صراحه انا جيت من وسط نظيف، يعني كنت في عائله، كنت مزوجه عندي وليدات، في عائله تاعي محافظه، والعائله تاع الزوج السابق كانت محافظه ايضا. فما يعني كي جيت لهنا، جيت تقدروا تقولوا قراوي في المدينه، يعني ما عنديش فكره على المجتمع السياسي كيفاش يصير. انا كنت نظن باللي كلمه حق تتقال، شي اللي نتفقوا عليه ونتحدوا عليه نمشيو به. ما كنتش نعرف انا باللي الوسط قذر جدا، وسخ قذر. ما كنتش نعرف انه يجيك معاك رئيس حزب تحترمه وتحسبه انت باللي راهو انسان نزيه ونظيف ووطني وشخصيه وطنيه، وتقعد معاه وتتفق معاه على قضيه ديروها حزبيه سياسيه، ومن بعد يخرج يدور عليك وهو جا باش يكلحك برك. يعني تصوروا كل هاد السنين وانايا كل يوم في صدمه،
كلهم في صدمة حتى نتعراو كل قدامي، يعني خلاص عرفتهم على حقيقتهم. دوك ما يقدروش يزيدوا يكلحوني، ولكن باش نقول لكم ما كلحونيش، كلحوني في السابق. هما خافوا من الظهور تاعي، خافوا من حزب العدل والبيان كي انطلق هذيك الانطلاقه القويه وجاب 16 مقعد في 2012 ونحاو هنا وما بردش قلب عقلونا في المحل نقاطعوا. من بعد كي حنا مشينا في الخطه هما داروا علينا، كانوا يكلحوا فينا برك وامور كثيره. ياتي يوم ان شاء الله وندخلوا في بعض التفاصيل على الاقل باش اللي جايين ما يتكلحوش. اذا كون نرجعوا نقيسوا الوسط اللي تربيت فيه والطريقه اللي انا تربيت بها من عائله محافظه ومراه محافظه، تلقاني انا لا اعتمد الكذب، لا اعتمد النفاق، انا امراه صريحه، نهضر بتلقائيه، نهضر بعفويه، واش في قلبي على لساني. ما نصلحش العمل السياسي، ما نصلحش العمل السياسي تاع الوقت هذا مع هاد الناس. فطبعا اكيد رايحين يهزموني واكيد رايحين يغلبوني، لانهم هما يكذبوا وانا ما نكذبش، هما ينافقوا وانا ما نافقش، هما يديروا منكرات وكبائر وانا ما نديرش. بطبيعه الحال ما رايحاش، وزايده فوق هذا اني امراه، يعني فوق اني ما نديرش هادو كامل زايده امراه، يعني صعب تاع الصح، صعب الصعب الصعب انك تقدر تمارس السياسه ولا تقود حزب امراه نظيفه. يعني بكل صراحه نهضرها لكم من الاخر بكل صراحه، ولهذا اصدقاء اللي يعرفوني مليح واللي يعرفوا من اكون واللي يعرفوا اني انا مستحيل نقدر نبدل الطباع نتاعي. لو كانت قضيه اجتهادات نجتهد، اما اني نجتهد باش نبدل الطبع نتاعي باش نولي كذابه ومنافقه وزانيه وسراقه، وما نقدرش، امبوسيبل، هذه مستحيل نديرها، وخداعه، يعني نخدع انسان بلا ما نعطيه كلمه وندور عليه، ما نقدرش، هذه ما نقدرش نديرها. فنقدر نقول لكم باللي لهذا انا يعني تعتبروهاش هزيمه، ولكن نعتبروها انه فعلا مجال ماشي مجالي. يعني بكل صراحه انا المهم اجتهدت، وصلت الافكار نتاعي، حاولت ندير اصلاحات، حاولت نحافظ على الثروات الوطنيه بما فيها الدين الاسلامي، ربي على بالي واش عانيت انا والعائله تاعي. وصلت قلت لكم انهم داروا لي السحر الاسود، يعني شيء فظيع 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 ما تقدروش تصوروه. كاين نوع اخر من الاسحار، التمريض، تعطيل من هذيك تانيك، ولكن داروه لي كان خطير جدا، وكدت ان اموت يعني، ولكن انا عمري ولا شكيت وعمري ما قلت لكم واش كاين بالضبط. تصوروا يعني هدم الاسر. فاخيرا يعني كنت مرات تكلمت هذا العام كي غير برك الشهر اللي فات مع واحد السيد يعني من الوسط، يعني يعرف مليح الامور واش تصرى على الداخل. قال لي ما تقدريش، قال لي قد ما اكتشفتي من قذاره وقد ما اكتشفتي من سلوك سيء ولا اخلاقي، ومع انه رئيس الجمهوريه تكلم على اخلاقه العمل السياسي، ولكن مستحيل مستحيل يعني مستحيل غير لا كان عاد الاسلام بقوه واصبحت الناس مؤمنه بالك باش يكون العمل السياسي نظيف ومتخلق. ممكن تقولوا لي ما لا كلنا نسحبوا من العمل السياسي، نقول لكم لا لا ما تنسحبوش، بالعكس لازم الناس نضاف هما اللي يدخلوا للعمل السياسي، هذا لازم الناس نضاف هما اللي يدخلوا للعمل السياسي وهما اللي يبدلوا. لازمكم ما تحطش رجلك في المكان وما تقدرش تغير من برا، لازم تغير من الداخل، ولهذا ما لازمش تفارقوا العمل السياسي. حنا كي نقولوا باللي لازم نخليو المشعل للشباب باش اولا يتحملوا المسؤوليه، والعمل السياسي عباره عن مسؤوليه وعباره عن تكليف ماهوش تشريف باش يكون في علمكم. لكن ما نمدولكمش الحزب مكسر، حنا نعادوا نهيكلوا الحزب مليح وننظموه مليح ونديروا يعني انتخابات نزيهة والناس مجموعة تترشح لقيادة الحزب، وإن شاء الله على بركة الله يجي اللي يقدر يقود الحزب هذا ويكمل المسيرة. فتأكدوا باللي هذا وعد مني، وأني بإذن الله نوصل برك الحزب للانتخابات التشريعية الجاية والمحلية، ونخرج إن شاء الله بمقاعد معتبرة ومحترمة، وبعدها مباشرة نديروا المؤتمر الاستثنائي ونسلم مقاليد الحزب للأكفاء، الناس الأكفاء، ونختاروا يعني ناس اللي قادرة وصنديدة تاع الصح وتكمل على المبادئ تاع حزب العدل والبيان.
وبصراحة ما خبيش عليكم، أنا الآن في حالة إلى راحة، لأني تعبت بزاف وتعبت بالتمريض اللي داروا لي، تعبت بالكثير من الأمور يعني. لكن أيضا قلت لكم باللي العمل السياسي في الظروف نتاعنا، في الوسط نتاعنا، يتطلب يا امرأة متحررة طول ما كانش يعني ما عندهاش قيود، يا راجل. هضر لكم بكل صراحة، راني واضحة معاكم وراني صريحة وراني مسؤولة على الكلام اللي نقول لكم فيه. نهضر على قيادة حزبة، إما أن تكون مرأة متحررة ما عندهاش حدود، تقعد في المجالس الخمر، تقعد في مجالس الدخان، التدخين، تدخل تقعد في الأوساط اللي فيها الكلام البذيء، تقبل الخيانة، تقبل المخادعة، المهم متحررة، تقعد في نص الطريق ومطلع ولابسة عريان، يعني فريمون تكون دي كونتراكتي تاع الصح، ولا يكون راجل ويعني وهكا، ولو كان يعود محافظ وانسان مؤمن ما يقدرش يقعد في المجالس هذيك، ما يقدرش، لانه لي زافير سو تخات في هاد الجلسات هادو، لي زافير تاعهم سو تخات مع الخمر ومع الوسمو، لو كو انت كي تفاهم معاهم وتخلص من بعد يروحوا ما يديروا الجلسات نتاعهم المغلقه في وادي الكلاب، يدوروا عليك. يعني مثلا انت تكون في اجتماع مع رؤساء احزاب، تتفاهموا، سي بون رانا تعهدنا درنا اتفقنا من تجي مروح، حتى ولو كان كنت راجل وتكون محافظ بركه، تروح الجماعه من بعد من الاخر تلاقى في الميستا تبدل دور عليك وتحطك تنه وتبدل لك اللعبه، ويلعبوها لك بينات بعضهم ويتناظروا بينات بعضهم، وانت يا لخبر لخبر.